منذ عام 2019 الكثير من الأحداث غيرت تونس، ففي أكتوبر تشرين الأول 2019 أبدى الناخبون استياءهم من الأحزاب الكبرى ومن البرلمان المقسم، ثم ينتخب السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد. في يناير 2020 بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة التونسية أصبح الياس الفخفاخ رئيسا للوزراء، لكنه أجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد. في أغسطس 2020 سعيد يعين هشام المشيشي رئيسا للوزراء، وسرعان ما يختلف مع الرئيس وتواجه حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى، مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة. في يناير 2021 بعد 10 سنوات على الثورة التونسية احتجاجات جديدة تجتاح المدن التونسية ردا على اتهامات بعنف الشرطة وبعد أن دمرت الجائحة اقتصاد تونس الضعيف أصلا. وإلى يوليو 2021 سعيد يقيل الحكومة التونسية ويجمد البرلمان ويقول إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد مستندا إلى الفصل 80 من الدستور التونسي. كل التونسيين والتونسيات. للإعانة على مجال التأسيس حوار وطني شامل، وأيضا مشاورات ومفاوضات التشكيلي. وزارة الدفاع السيد إبراهيم البرداش، وزارة الداخلية السيد توفيق شرفي. تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي على الدستور لا يسمح بحله.